هؤلاء أرادوا إخواني وأخواتي، واحذقوا هذا جيداً، أن يفهمونا أن الجنة سهلة جداً، أن الجنة مضمونة لنا. تعرفون ما النتيجة؟ الإرجاء، عقيدة الإرجاء تسمعون بها أكيد، عقيدة المرجئة. ما هي عقيدة المرجئة والإرجاء؟ التي حاصلها إخواني وأخواتي لا يضر مع الإيمان معصية، فقط أنت تكون إيه من أهل لا إله إلا الله، افعل ما تشاء، احتقب ما تريد، أنت من أهل الجنة، محرم على النار بإذن الله تعالى. يا ما شاء الله. لذلك ساء حال هذه الأمة وانحط وضعها كما أقول لكم، وتناقضت في سلوكها وعقائدها. كيف عقيدتك كذا؟ كيف كتابك يقول كذا وأنت تفعل هذا؟ لا، لأنه علم من أمثال إيه؟ الوعاظ أيها الإخوة، علماء المنابر. الناس يظنون كل من إيه؟ من امتطى صهوة منبر أنه عالم، يحقه الكلام في دين الله. أحيانا يكون مصيبة، قنبلة انشطارية يدمر كل شيء بأمثال هذه الموضوعات والسخافات والإسرائيليات يا إخواني، بأمثال هذه الإسرائيليات.